دلوقتي حالا. لا 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 شغلانة مهمة قوي. اي خدمة؟ انت بتاع المساج؟ لا انا بتاع التاريخ. لا 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 انت بتاع المساج. يلا عامل احسن مستعجلة، ابتدي الجلسة بسرعة. جلسة ايه يا استهاني؟ اكيد حضرتك غلطانة، انا زي ما قلت لحضرتك مدرس تاريخ. ان كان يلزمك حصة انا تحت امري. اوكي اوكي انا مدرس تاريخ مش مدرس طبيخ. انت قلعت ليه؟ عشان نبتدي التست. مرة بابليون برابار كان نازل يشتري معسل، راح عند الراجل بتاع بابليون برابار ما لقاش الراجل بتاع معسل. أم قالت له أنت ما لقيتش. أما أم بابليون برابار قالت له أنا ما حسيتش. عظيم عظيم خير يا دكتور. طمنا هنا، خف شوية علي، خف شوية يا معلم، دي لسه مرحلة تمهيدية. وتحديد بعد ابراهيم باشا دول وراه على طول ذاكي. ايه ده دكتور؟ بتبوسه بتبوسه. وايه يا عم نصر؟ دي بتحترم. خف عليا بقول لك، بلاش حركات الاوتوبيسات دي. خف يا معلم. دول عليه السراوات وبعد ذاته السماك. هو دلوقتي اللي بيبوسها يحضنها. ألف مبروك يا معلم، ألف مبروك. الأستاذ تحسين في غاية القوة والحيوية والنشاط لدرجة إن الجهاز أعصابه ما استحملتش. إيه وسيبة العراجل؟ وسيبة العراجل؟ وسيبة العراجل؟ أشكرك يا رب. تحسين طاب والمعلم اتجنن. خلاص. طب والحالة اللي بتجيله دي يا دكتور؟ دلوقتي أقدر أقول لكم إن الحالة بسيطة، ما تخافوش. حلاوتك أنت، قول قول زي ما عجبك، قول. أنا هجيب كيف؟ هو دلوقتي في صراع نفسي، مش قادر يصدق انه اتجوزها بعد ما كان فاقد الامل وعنده احساس بان امها بتطرده. عشان كده اقترح انه ياخد مراته ويروح يقضي شهر عسل في حته بعيد عن الشقه، في لوكاندا مثلا. شكرا يا دكتور. مباحث مباحث عايز استاذ. ايه العمليه اللي بتعملها دي يا تحسين؟ فتشت القطر كله. معلش يا حبيبتي، الاحتياط واجب، كان لازم اطمن ان اللي ما تسماش ما جاتش ورانا. وبعدين بقى يا تحسين ما تنساش انها امي. انت زعلانه مني؟ انا زعلان عليك انت. وانا زعلان على نفسي ومن نفسي. عشت طول عمري احلم بيكي واتمنى اكون جنبك، ويوم ما اكون مع بعض يحصل اللي يحصل ونتحرم من بعض. عمرنا ما هنسيب بعض يا حبيبي، انا جنبك وهفضل جنبك لاخر يوم من عمري، ودي كلها ازمه وهتعدي على خير باذن الله. يعني هنقدر ن تحسين. بقولي لا. انت لسه برضو زعلانة مني حتى بعد ما عرفت ان انا بريء ومظلوم. انا زعلانة على بختي اللي مال وحظي اللي اتعاوض. ما خلاص هانت، انا غشيش قلبي من جوه. هانت ازاي وانت جاي تأجل الفرح؟ ما هو ما يصحش انا اتجوز ولسه بنتي عذراء. ما هو لو نستنى بنتك اما تخش دنيا مع ست حسين هكون انا بقى سبقتك ودخلت الاخر يا معلم. اهدى زوبة،
الموقف صعيب وانا حالتي اصعب. الصبر يا زوبة الصبر. اشتري منين يا معلم؟ مش كفاية اني طول الليل نايمة وحضن الوسادة الخليقة، وانا وربنا طول الليل معبط في المرتبة، واصحى الصبح الاقي نفسي اغرق اغرق تحت السرير وبكسف اقول ده انت تمشي من هنا وانا دموعي تنزل على خد رش، تقول تعالى يا معلم الحقني وشوف اللي جراني. لا لا بلاش كده زوبة بلاش، احسن احنا الاتنين طايشين وجايز في لحظة انسجام نغلط ونخلف طفل الخطيئة ونسميه سراج. داكس داكس استنى استنى وحد استنى خش انت روح خلي دي هنا لقناة فلسطين وحياتك. الدنيا طارد يا ده يا بحتين اطلع حضرتك يا لهوي امك ماما ده يا شايفه بقى علاج دماغي عند كده هتسرقك لما شافت خلقتك. لو قلبك عليها صحيح طلعها ده بعدك خلاص والنبي لاكون شاربه من دمك النهارده.